ادعاءات تحوم حول مؤلفها 8 أعوام من البحث عنه، قصة حب وئدت في مهدها، خلدها الشعراء والفنانون. أنا وليلى، ولادة القصة. لكاظم الساهر قصة طويلة مع هذه الأغنية، فقد بحث عن صاحبها سنين طويلة حتى وجده في مدرسة بليبيا. جفت على بابك الموصول. بهذه الكلمات تغنى القيصر عن قصة حب ماتت في مهدها على أعتاب الفقر، بعدما اختارت ليلى أن تترك الشاب الفقير وتتزوج غنيا. لكن القصة لم تكن من خيال الكاتب الذي ظل الساهر يبحث عنه، فلقد كتبها صاحبها حسن المرواني لمحبوبته التي درست معه في الجامعة. ولكن كيف وصلت لأن يغنيها كاظم الساهر؟ بدأت القصة حين وقع حسن المرواني وهو شاب عراقي في منطقة الزعفرانية في حب صديقته في الجامعة. قرر أن يصارحها بحبه لكنها صدته. لم ييأس المرواني وعاد يفصح لها عن حبه بعد 2 عامين. أتمت خطبتها على زميل آخر في الجامعة أيضا. عبر المرواني عن حبه لليلى بقصائد عدة، وكانت هذه أشهرها. صعد المرواني على مسرح قاعة الكلية وقال: يا ليلى، كثيرا ما يسألونني ما دامت قد رفضتك، لماذا لا تبحث عن واحدة أخرى؟ أتدرين ما كنت أقول لهم؟ لا بأس أن أشنق مرتين، لا بأس أن أموت مرتين، ولكني وبكل ما يجيده الأطفال من إصرار أرفض أن أحب مرتين. وانطلق في قصيدته التي ألقاها بحضورها. كاظم الساهر يبحث عن المرواني. بينما كان يطالع كاظم الساهر المجلة وقعت عيناه على القصيدة، فقرر أن يبحث عن صاحبها لتستمر رحلة البحث ما يقارب من 8 أعوام. قابل الساهر خلالها كثيرا من المدعين، قالوا إنهم الكتاب الأصليون للقصيدة، لا سيما أن صاحبها كان غائبا، فقد سافر إلى ليبيا ليبحث عن فرصة عمل كمدرس. على طريقة أكمل القصيدة، استطاع كاظم الساهر أن يختبر أصحاب الادعاءات، وفي كل مرة كان يفشل الكتاب في إكمال أنا وليلى، حتى قاده ابن خالة حسن المرواني إلى صاحب القصيدة الأصلي الذي استأذنه في غنائها. وبعد 8 أعوام من البحث خرجت إلى النور. سمى ساهر ألبومه أنا وليلى وأصدره عام 1998 باسمها، لكن الحقيقة أنها كانت بداية لسلسلة أخرى من الادعاءات طفت على السطح بعد النشر. ادعاءات التأليف. كان أول من ادعى كتابته للقصيدة الشاعر هادي التميمي. كشف التميمي عن مسودات القصيدة التي كتبها على ورق دفتر مدرسي قديم عام 1956، قائلا إنه قد كتب القصيدة فيه، وأطلق عليها عنوان رسالة إلى أسماء ضمن ديوان بخطه فقد عام 59. وفي إذاعة بغداد حل الشاعر قيس مجيد علي ليدعي كتابته للقصيدة التي احتلت بعدما غناها القيصر المركز 6 بين أفضل 10 أغاني في العالم في استفتاء لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، فيما ادعى كاتب آخر أنها له، وأكد أنه لا يطلب الإشارة إلى أنه صاحبها ليقوم بطباعة ديوان باسم أنا وليلى. هل كنت تعرف قصة أنا وليلى من قبل؟